أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا للتغطية المستمرة لثورة تشرين، حيث نناقش استمرار الزخم الشعبي للتظاهرات الرافضة للعملية السياسية وما أفرزته أخيرا من ترشيح عدنان الزرفي والخلافات القائمة بين شركاء العملية السياسية على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، وعبر الهاتف من بغداد الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي، فمرحبا بكما معنا. حياكم الله. نعم الدكتور رفع، أبدأ معك. يعني تحدث زعماء الميليشيات على أن تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة سيهدد السلم الأهلي، هل هذه الميليشيات حريصة فعلا على السلم الأهلي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واضح هذا تهديد، واضح يعني واضح تهديد المجتمع العراقي كله وكل العراقيين. نعم. أنه لم يأتي أي رئيس وزراء، وهذا طبعا يعني أقول أولا هذا ليس انحيازا للزرفي، ولا الزرفي هو جزء من هذه العملية السياسية وجزء من هذه المنظومة التي خربت العراق من عام 2003 لحد الآن، وهي المسؤولة عن كل هذه الكارثة، هو جزء من عندها. لكن هؤلاء قد يختلفون من الأشخاص الذين يحققون أعلى المصالح اللي يريدوها، أعلى مطالبهم، فبالتالي عندما لا تتحقق يعني هذا الإطار الذي يريدونه يبدأون بالتهديد، إما استخدام السلاح. واضح التهديد، واضح عندما يقول يعني قيس الخزعلي أنه تهديد للسلم الأهلي، يقصد أنه هذه الميليشيات تتحرك لتعبث بأمن العراق بالطريقة بالأمن المجتمعي، وهي صاحبة يعني صاحبة اليد الأطول في إثارة الفوضى في العراق، هي المسؤولة عن إثارة الفوضى في كل أنحاء العراق، فهي قادرة أن تثير الفوضى، قادرة أن تقتل، وهي لديها تجارب 17 سنة من التجارب المؤلمة الشعب العراقي يعرف. لذلك الشعب العراقي يرفض هذه الميليشيات، هي تعتقد أنه هذا الشخص لا يلبي مطامحها، لا يلبي طموحها في زيادة مساحة السيطرة، في ربما الضغط عليها باتجاهات أو بأخرى لأجندات خارجية غير يعني غير مطلوبة بالنسبة لها، ولا تحقق أهداف تلك الأجندات. لذلك يرفضونه، يريدون مرشح آخر. في حال وافق أو أعطاهم ما يريدون، هل برأيك سوف يوافقون عليه؟ طبعا بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. يعني محمد توفيق علاوي عندما قال أنه طلبوا من عندي الفاسدين، أنه لو وفرت لهم، لو أعطيتهم للفاسدين لكنت رئيس الوزراء، هذا جزء من حقيقة. نعم. لكن هل هو كان فعلا رافض أن يعطيهم للفاسدين هذه الوزارات التي يريدونها؟ هذه هناك الكذب. هو كان ملتزم بإطار معين متفق مع مقتدى الصدر بشأنه، ولا يستطيع خرقه، لا يملك أن يخرقه، فلذلك لم يوافق. ولو كان بيده لوافق وأعطاهم وكان رئيس وزراء، وكان هو مستقتل لأن يكون رئيس وزراء. وبالنسبة للزرفي عدنان نفس القضية، فربما لو وافق هذا الشهر بعد نقاشات ووافق على طلباتهم سيؤيدونه. هؤلاء ليس هناك من مبدئية في حياتهم. وخذ مثلا ما كانوا يصفون به التظاهرات طوال الفترة الماضية من 1 تشرين لحد الآن، هم كانوا يصفون المتظاهرين بالجوكرية، بأبناء السفارات قتلوهم، اللي تحركوا على على قراج السنك وقتلوا الناس وضربوا الناس، واللي خطفوهم هم هذه الميليشيات. نعم. وبالذات ميليشيات عصائب، عصائب أهل الباطل ليس عصائب أهل الحق، هذه هي الميليشيات. الآن قيس الخزعلي يصف يقول عن المتظاهرين، المتظاهرين الذين كذا ويمدحهم، خرجوا رفضا لتكليف عدنان الزرفي. نعم. ويقول انه يعني لم يحقق الزرفي شروط المتظاهرين اللي هي ان يكون، وشروط المرجعيه في ان لا يكون جدلي، في ان يكون صاحب جنسيه. طيب ما انتم رشحتوا قبله وكنتم مستقتلين على القبله وكان جدلي وصاحب جنسيتين، لم تتحدثوا هذا الكلام. وأعود وأقول هذا ليس انحيازا للزرفي، الزرفي جزء من هذه العملية، جزء من العملية اللي خربت العراق ودمرته، لكن هذا واقعهم يثبت أن هؤلاء، هذه القوى ليست مبدئية مثل ما يتحدثون، هذه قوى
تباع وتشترى بالمال، نعم. تباع وتشترى بمواقف آخرين، بأجندات خارجية. فلذلك يتكلمون بهذه الطريقة. التظاهرات الآن من نظرهم الآن صارت تظاهرات وطنية، ومجموع المتظاهرين ذولا عراقيين ويدافعون عن حقوقهم بعد أن كانوا أولاد سفارات، نعم. وكانوا جوكرية وتابعين لأمريكا. الآن غير شكل، لأن التظاهرات رفضت، لديهم مبدأ، مبدئية يعني، خطواتهم مبدئية وقناعاتهم مبدئية. هم يرفضون أي واحد لا يلبي الشروط اللي وضعوها من البداية، لأن لا يكون صاحب جنسيتين، لا يكون من العملية السياسية، نعم. وشروط وضعوها لا يلبيها، وهذا الرجل لا يلبي هذه الشروط، فهم لذلك رافضي. لكن هذه الميليشيات عندما ترفض الزرفي لأنه لا يحقق مصالحهم أو لتوجيه ضغوطات عليه لكي يستجيب لمطالبهم، هذه القضية. وبالتالي هم ليس لهم علاقة مثل ما يقولون بمقاومة إسلامية، نعم. فكر إسلامي، أحزاب إسلامية، كذبة كبيرة هذه، ليس فيها مبدئية، ليس فيها رؤية صحيحة وعراقية، هذه مرتبطة بمصالح ومرتبطة بأجندات خارجية. نعم. أجدد الترحيب من العاصمة بغداد بالإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي. سيد قصي، يعني إغلاق للشوارع في الناصرية، تظاهرات في بغداد وفي النجف وفي محافظات أخرى رفضا لتكليف عدنان الزرفي، أنتم كنشطاء في العاصمة بغداد كيف تنظرون إلى هذا التكليف؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. بالنسبة إلى قضية تكليف الزرفي، أعتقد بأن هذا الالتفاف هو ليس وليد اللحظة. منذ انطلاق الثورة تحاول هذه القوى السياسية المتكالبة على السلطة تدوير الوجوه والالتفاف على إرادة المتظاهرين. نحن الآن نشهد صراع إرادات ما بين هذه القوى الشيعية، خصوصا بعد أن تفككت وبعد أن أصبح الفرقة موضوع سائد في أروقتها، تحاول أن تجدد الولاء لإيران، لكن كل جهة تحاول أن تكسب مرشح يكون لها ضامن في المستقبل لكل التطلعات والتوجهات ويحافظ على امتيازاتها على أرض الواقع. نحن أوصلنا رسالة منذ انطلاق ثورة أكتوبر إلى هذه الأحزاب السياسية المرتبطة خصوصا بإيران، نحن رافضين لكل هذه الوجوه، لكل من شارك بالعملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن. القضية ليست قضية تبديل رئيس وزراء أو اختيار رئيس وزراء وتغيير رئيس وزراء، القضية يا أخي العزيز هي تغيير منظومة كاملة أو تغيير قوانين فاسدة استخدمت لمصالح الأحزاب السياسية وليس لمصالح الشعب. هنالك سلبيات كثيرة، من ضمنها قانون الانتخابات، الدستور، قوانين كثيرة، القضاء الأعلى، هذا القضاء الذي يعتبر قضاء مسيس ولا يمت بصلة إلى العراق ولا مصلحة الشعب العراقي، بل هو كرس لخدمة السياسيين وخدمة الأحزاب السياسية المتأسلمة التي جثمت على صدور العراقيين طيلة هذه الفترة. فرأي الزرفي مرفوض، وأي شخص من ضمن هذه الكابينة مرفوض. نحن لا نقبل بتدوير الوجوه، بل تغيير شامل وجذري لجميع العملية السياسية. نعم، يعني سيد قصي، يعني هناك من يسوق لعدنان الزرفي بأنه نتاج للتظاهرات ونتاج لمطالب المتظاهرين، كيف تقرؤون هذا التسويق؟ ومن هي الأطراف؟ التسويق مرفوض. نعم، هذا تسويق مرفوض أخي رفضا قاطعا. ساحات التظاهر أعتقد منذ التكليف برهم صالح لعدنان الزرفي الرفض كان موجود في ساحات التظاهر وفي خصوصا في ساحة التحرير، لكن القنوات المأجورة التابعة إلى الأحزاب استغلت قضية حظر التجوال وما يمر به البلد من فيروس كورونا وعدم تواجد للنشطاء والمتظاهرين بصورة وبأعداد كبيرة في ساحات التظاهر، حاولوا الالتفاف بأن يسوقوا عدنان الزرفي بأنه نبع من إرادة المتظاهرين. هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. عدنان الزرفي حاله حال محمد توفيق علاوي وحاله حال الكابينة السياسية، مرفوض رفضا قاطعا ولا يمت للمتظاهرين بأي صلة. نعم، أعود إليك يا سيد قصي. دكتور رافع، يعني هذا التخبط من قبل الأحزاب السياسية والميليشيات باختيار شخصية لتولي رئاسة الحكومة، هل هذا يعني بأن القبضة الإيرانية اليوم في العراق أصبحت
يعني أقل وطأة مما كان في عهد قاسم سليماني؟ دعني أقول لك أولاً يعني اللي ما تحدث به الأستاذ قصي يعني الصوت العراقي والله يحفظه ويحفظ كل العراقيين دقيق جداً. القضية ليست قضية وجوه يعني في اختيار الزرفي أو اختيار علاوي أو غيره أو من سيأتي بعدهم أو من جاء قبلهم. طوال من ثورة تشرين من بداية ثورة تشرين لحد الآن كان هناك صراع وهو فعلا صراع إرادات. نعم. إرادة العملية السياسية وقوى العملية السياسية تريد أن تقول للناس، لا تقول للعراقيين طبعا، سأقول لماذا، تريد أن تقول للناس أن الخلاف اللي موجود بيننا وبين المتظاهرين هو خلاف وجوه والنظام باقي ونحن سنغير الوجوه، لأنه احنا معلنين للناس احنا نظام ديمقراطي وتبادل السلطة سلمي و... فاحنا راح نغير الوجوه ونستجيب للطلبات. في عندما يكون لديك نظام وطني انت لا تسأل الخارج شي يريد، يعني ماذا، لا يهمك الخارج، يهمك شعبك شي يحتاج في نظامك الوطني في مشروعك الوطني بتغيير الوجوه، وتمضي القضية والشعب لا يسأل لأنه مقتنع بالنظام. بس أنت في نظام عميل، نظام مرتب من الخارج وجايبته قوى احتلال و17 سنة من الخراب والدمار، أنت هم مرتبطين بأجندات خارجية يريدون أن يقنعوا الخارج أن القضية ترى المتظاهرين قضيتهم مع الوجوه، والتظاهرات طوال 6 أشهر قدمت كل هذه التضحيات تريد أن تقول وقالت أن قضيتنا مو قضية وجوه، احنا قضيتنا قضية العملية السياسية، هذه العملية اللي كل مخرجاتها كانت دمار وخراب وكارثة، هي الكارثة الأساسية وكل مخرجاتها وكل ما يرتبط بها وأولها الدستور هي الكارثة. فبالتالي هذا جوهر الصراع، جوهر صراع الإرادات. هذا فيما يخص إيران نعم الآن ليست إيران يعني ما قبل، إيران مأزومة، إيران لديها أزمة اقتصادية خانقة جدا العملة الإيرانية انتهت، أزمة داخلية على مستوى التذمر الشعبي، إيران لديها تململ شعبي كبير ضدها وطلعت مظاهرات وقمعوها، إيران خسرت على الأقل في مشروعها الخارجي خسرت أهم قادتها، خسرت المايسترو اللي كان يدير كل هذه الملفات قاسم سليماني، وهذا هاي خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها، وفي وقت هم يعانون من وضع اقتصادي صعب، وضع سياسي صعب، حصار، إضافة إلى الكورونا اللي حاولوا يخفوها بأي طريقة لا يتحدثون عنها، وبالتالي هي كارثة ضربت بهم ضربة كبيرة جدا. فهم يعني هل يعقل أنها بهذا الوقت الحساس أنها لا نقول تتخلى بل يعني تقلل الضغط على الكتل والأحزاب السياسية في العراق؟ هي يعني مو بإرادتها، نعم هناك ضغوط عليها داخلية، ضغوط على الحكم داخلية، هي لديها مشاكل بالداخل لا تستطيع الآن مواجهتها، هي لديها مشكلة مع شعبها مكونات كثيرة، لديهم مشكلة بالفقر، لديهم مشكلة اقتصادية كبيرة، عملتهم منهارة، وضعهم المالي منهار جدا، كانوا يعتمدون على العراق في طوال هذه السنوات، من يمول إيران؟ العراق كان ميزانية العراق المفتوحة، الآن حتى هذه غير متاحة، لديهم مرض كبير يفتك بهم، البؤرة الرئيسية يعني بتصريح الصحة العالمية 3 بؤر رئيسية في العالم، الصين وإيطاليا في أوروبا وإيران، هذه البؤرة الرئيسية اللي موجودة في العالم الآن. أوروبا كلها تحولت إلى بؤرة، لا يتحدثون فقط عن إيطاليا لكن بؤرة إيران هي البؤرة الرئيسية، المنطقة كلها لاحظ منطقة الخليج والمنطقة كلها العربية والمنطقة الإقليم كلها، أي إصابات تخرج في بلدان الآن تظهر في بلدان مصدرها إيران، مصدرها ناس زاروا إيران أو جاءوا من إيران، فبالتالي إيران عندها كارثة كبيرة لا تستطيع أن تلم، فما ما يعني ما 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 موزع منها لا تستطيع أن تلمه بسهولة، لذلك قبضتها مرتخية جدا. نعم. ومن كانت تعتمد عليهم وهو بالذات هذا قاسم سليماني ذهبه، لا يمكن تعويضه بشخصية أخرى، تحتاج إيران لكي تعوضه بشخصية أخرى أن تكون هي مستقرة، أن تكون مالكة لأسلحتها لقواها لقدراتها، وهي لا تمتلك هذه القدرة، جاءت هذه الضربات متتالية سبحان الله، إيران الآن في يعني دور صعب، مأزومة جدا والعراق مأزوم، فهناك أزمتين كبيرة اللي موجود بالعراق، أزمة حياة أو موت بالنسبة للنظام،
أزمة وجود. نعم. العملية السياسية الآن تعاني يعني من أزمة وجود. يعني ما كان بيد قاسم سليماني برأيك ضد الشخصيات والأحزاب السياسية والميليشيات لا يمتلكه غير قاسم سليماني أبداً، لا يمتلك واحد. هذا الشخص لم يصنع من يعني صنع 40 سنة يصنعون. نعم. به هذا الشخصية ليست شخصية منفردة، هذه لديها مؤسسات ولديها قدرات ولديها ملفات. نعم. ولديها مكاتب تعمل معها. هذا المايسترو الأساسي فقد، يعني مهما البعض يعتقد أنه هذه مبالغة لكن هذه الحقيقة. هذه الدول. نعم. تعتمد على شخصيات معينة. قاسم سليماني كان يتصرف وكأنه هو الرئيس الفعلي لإيران. نعم. حتى في داخل العراق ولبنان وسوريا يتصرف وكأنه كل إمكانيات إيران بيده. نعم. كان يحرك قوات ويأتي بأسلحة بدون استشارة أحد. نعم. ويدير معارك ويخطط لمعارك بدون استشارة إيران. نعم دكتور، ولا الرجوع إلى إيران. هذه القضية. نعم. رافع أستاذ قصي البغدادي، يعني نائب عن ميليشيا العصائب، قال بأن قرار برهم صالح بتكليف عدنان الزرفي هو باطل، وهناك كما يعني تساءلنا مع الدكتور في بداية الحلقة بأن الميليشيات قالت بأن هذا الترشيح يهدد السلم الأهلي في العراق، هل تتوقعون هناك صراع خشن ما بين الميليشيات من جهة والجهات السياسية، أو إن كانت ميليشيات أخرى داعمة لهذا الترشيح؟ أخي الفاضل، سمعنا تصريح قيس الخزعلي زعيم عصائب وميليشيا عدوة الحق وليسوا أهل الحق. هذا التصريح ليس بجديد. نريد أن نقول لقيس الخزعلي من خلال منبر الرافدين، ومتى كان السلم الأهلي موجود في العراق؟ متى أنتم كانت نواياكم بالحفاظ على السلم الأهلي هي موجودة؟ هذه التهديدات، لأن المصالح الآن في قد اختلفت، وبأن وتحت وطأة التهديد حسوا بأنهم دخلوا في الوقت الضائع وأنهم خسروا كل ما يمتلكون في العراق، فأرادوا أن يلعبوا من خلال استخدام هذه الورقة، ورقة التهديد والضغط وإشعال الحرب الطائفية من جديد. قيس الخزعلي وبقية الفصائل المسلحة المنطوية تحت قيادة إيران استخدمت العنف والقتل تجاه المتظاهرين منذ انطلاق الثورة، واليوم منظمة العفو الدولي صرحت في بيان بأن التحقيقات التي وصلت إليها تؤكد بأن القوات الأمنية وبكل تشكيلاتها كانت تعتمد قتل المتظاهرين وإصابتهم بمناطق حساسة، وكانت تستخدم قضية القتل المباشر، وكانت هذه القوات تعطي التجهيزات والملابس والمعدات إلى الميليشيات لكي يقمعوا المتظاهرين. فأي سلم أهلي يتكلم عنه هو قيس الخزعلي وبقية فصائل الميليشيات؟ السلم الأهلي غير موجود، هذا تهديد واضح وصارخ تجاه المجتمع واستهداف واضح للشعب العراقي من قبل هذه الفصائل المسلحة. نعم دكتور رافع، يعني المرجعية في النجف يعني جددت دعوتها إلى أن يكون رئيس الحكومة أو المكلف بتشكيل الحكومة شخص غير جدلي، هل من تم ترشيحه اليوم عدنان الزرفي أو قبله محمد توفيق علاوي أو من قبله هم أشخاص غير جدليين؟ هذا من جانب. من جانب آخر، يعني يوم أمس أعلنت الميليشيات المنضوية تحت المرجعية الدينية بأنها سوف تذهب إلى وزارة الدفاع، وهناك انفكاك بينها وبين سلطتها المرجعية، كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد؟ نعم، قضية الجدلي وغير الجدلي يعني يمكن النظر إليها من الزاوية التي تقف بها، من نعم. الأرض التي تقف عليها. الثوار يرون بقضية الجدلي، دعك من قول المرجعية، يعني مهما هو القول مطاط، لكن الثورة واضحة. نعم. الشباب اللي خرجوا من 21 لحد الآن يرون بالجدلي أنه كل واحد يكون في العملية السياسية، كل واحد عنده جنسية مزدوجة، كل واحد شارك بهذه العملية السياسية من 2003 لحد الآن وكان له منصب وكان في هذه الأحزاب من هذه الأحزاب. نعم. هذا جدلي لا يريدونه. جدلي القوى اللي بالعملية السياسية تفسره تفسير آخر، ويعني وتطوع أو تغازل المرجعية بطريقة غريبة عجيبة، ما لا أعرف كيف. يعني قيس الخزعلي يتحدث عن الجدلي، يقول أنه الزرفي غير جدلي، لكن لا يتحدث عن علاوي، هل كان جدليا أم غير جدلي؟ ما هي القضية؟ عادل عبد المهدي كان جدلي لو غير جدلي وغيره؟ نعم. من دعموهم ووقفوا معهم
أو من يرشحوهم، وهم كانوا مرشحين غيرهم وكلهم جدليين. يعني السوداني وغيره وغيره الأسماء اللي طرحت وكانوا هم وراءها، طيب ذول جدليين لو مو جدليين؟ فبالتالي الرؤية تختلف من المكان الذي تقف به، من المشروع الذي تنتمي إليه. هؤلاء ينتمون إلى مشروع تدمير العراق، يرون بالجدل قضية بسيطة. لذلك هو هذا الاختلاف اللي تحدثت عنه بين الثورة ويعني هذا صراع الإرادات. هؤلاء يريدون أن تظهر الصورة وكأنه هو صراع من أجل أشخاص، الاختلاف بالشخوص. ونحن سنغير الشخوص، يعني تقدم الخط الثاني يكون مو كان الخط الأول أو الخط الثالث، وبالتالي تبقى العملية السياسية بقطارها على السكة وماشية، والشعب عليه أن يعود إلى البيوت لأن حققنا اللي يريده. والشعب لا يرى هذا، الشعب يرى أن المنظومة هذه كلها هي أساس البلاء وأساس الخراب، وأن القطار يجب أن يخرج من السكة والسكة كلها تنشال. هاي هذا يجب أن ترفع هذه السكة ويرمى هذا القطار في المزبلة. ونضع خريطة جديدة، نضع مشروع جديد وطني وعمر البلاد، يرعى حقوق الناس، يرى العراق بعين كبيرة، يرى العراقيين بعين كبيرة. هذا المشروع اللي جاء 17 سنة تجربة فاشلة بكل معانيها، تجربة مدمرة وكارثية للعراق، ليست فاشلة. هذا الموضوع الآن جدلي وغير جدلي ينظروا لها من هذا الجانب. فبالتالي المرجعية يعني حددت كلمة مطاطة بالنسبة للآخرين يستخدمونها متى، مثل الدستور. يعني هناك فراغ دستوري، هناك خرق للدستور، هم يخرقون الدستور كما يريدون، والدستور عندهم يعني قميص مطاط يلبسونه على كل الأحجام عندما يريدون، وعندما لا يريدون الدستور لا يعني شيء. وهذه مفردة يعني الدستور. حتى في الدستور إذا ما تأخر تشكيل الحكومة لا يترتب شيء، إن كان على رئيس الجمهورية أو البرلمان في داخل الدستور لا يوجد مواد بأنها يترتب على هذه السلطات أي شيء قانوني أبداً. لاحظ هسه بالدستور بعد، يعني هسه لو زر فيه مثل ما يقولون لن تمرر وزارته، لن يمرر ترشيحه، مو هكذا؟ بعد عندما تقرأ هذا الدستور هم الكسيح لا تجد شيئاً. يعني وماذا بعد؟ كيف سيتم اختيار رئيس الوزراء؟ سيلعبون على القضية ويجيب المحكمة الاتحادية ويجيب ما أعرف منه هذه اللعبة ويرجعون يجوز عادل عبد المهدي، يعني لعبة كبيرة. دستور غير موجود بالعراق. هذا من جانب دكتور. الجانب الآخر وهو الميليشيات التي أعلنت يوم أمس 4 فصائل من الميليشيات، هم لديهم صراع. نعم أستاذ دكتور عمر، هناك صراع يجب أن يشخص. هناك صراع فيما يسمى بالبيت الشيعي. هذا البيت الشيعي الشمخاني عندما جاء يعرف بأن هذا صراع استدعوه، هو جاء. المهم هناك صراع بينهم، يريدون أن يعيدوا ضبطه، يريدون أن يعيدوا التآلف فيما بينه، لا يمكن. شكلوا لجنة سباعية وفشلت اللجنة السباعية، وبالتالي هذه العملية السياسية مؤسسة من البداية على الصراعات. هي موجودة طائفية في تقسيمات طائفية ومحاصصات طائفية وإثنية ومبنية على الصراعات الإزاحة. كل طرف عندما يقوى يزيح الطرف الأقل قوة. يعني أنا ترى بأن هذا التوقيت جاء مع يعني الضربات الأمريكية ردا على هو هذا على قصف ميليشيات، وتريد هذا ما أريد أصل إليه، وتريد المرجعية أن تكون هذه تنأى بنفسها ربما. ربما تنأى بنفسها وتقول إنه هذه القوات، لأنه الآن واضح الآن كل العالم ما عادت هاي كذبة، هذه حشد، وهذا الدولة وتحت أمرة القائد العام قوات المسلحة كذبة، لأن هم أساسا قادة الميليشيات، قادة الحشد الشعبي يتكلمون بلغة أخرى ما لها علاقة لا بالدولة ولا برئيس الوزراء ولا بالقائد العام، وقراراتهم من رأسهم ومن خارج، من إيران تأتيهم. فبالتالي من يريد أن ينأى بنفسه يقول لك أنا أروح للمؤسسة العسكرية وخلي أصير بالمؤسسة العسكرية وأترك نفسي. فهناك ظروف من يقرأها جيدا يعرف لماذا اتجهوا هؤلاء المؤسسة العسكرية وتركوا هذه القضية. لأن هناك صراع ميليشيات وصراع قد يدخلون هذا الصراع، وجزء من عند هذا التهديد السلمي الأهلي اللي تحدث عنه قيس الخزعلي، وجيش المهدي اللي يرجع في شخاطة اللي تحدث عنه مقتدى الصدر قبلها. هذا كله تهيئة لساحة للسيطرة. الكل يريد أن يفرض شروطه ويريد أن يفرض قوته على الساحة العراقية بهذه الطريقة العصابية، الطريقة الميليشياوية، خطوة شبه استباقية. نفس سيد قصي البغدادي، يعني
مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، اليوم وصل إلى نحو 177 حالة إصابة. هناك تقرير دولي أعدته وكالة فرانس بريس حذر من أن العراق سوف يخسر ثلثي موارده من عائدات النفط. برأيك كل هذه التحديات كيف سوف يتم مواجهتها من قبل حكومة، إن كانت حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة أو الحكومة القادمة التي لم تشكل لغاية الآن؟ يعني في ظل هذه التحديات الجمة الكبيرة كيف تنظرون أنتم كنشطاء إليها؟ أخي الفاضل، بالنسبة إلى الحكومة، حكومة مترهلة، حكومة متهاوية، لا تستطيع أن عمل أي شيء ولا تستطيع إيجاد حلول ناجعة تجاه هذه الأزمات التي تعصف بالبلاد. اقتصاد العراق هو كلنا نعرف بأنه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، ما أن تأثرت صادرات النفط العالمية أو يهبط سعر البرميل يتأثر الاقتصاد العراقي. الرئاسات الثلاثة أهلكت وأنهكت الميزانية، الأحزاب السياسية كلنا يعرف، وخصوصا في زمن رئيس الوزراء المالكي 8 سنوات، هذا الاقتصاد كان هو الواردات كانت تذهب إلى إيران وإنقاذ إيران، لأن وطأة العقوبات لم تكن شديدة على إيران في ذلك الوقت، لأن إيران جعلت من العراق سلة غذائية وحديقة خلفية تقتات منها متى تشاء. الحلول لا توجد حلول. المنظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا بأنه وباء عالمي. رئيس وزراء إيطاليا، وإيطاليا كلنا نعرف بأنها أول بلد بالعالم في مجال الصحة، أعلن اليوم بأن الوضع خرج عن السيطرة. بالنسبة إلى إيران، كل 50، أيضا أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن كل 50 شخص يصاب بفيروس كورونا، كل ساعة 50 شخص يصابون بهذا المرض، وكل 10 دقائق يتوفون 10. فأعتقد بأن الوضع الإقليمي خارج عن السيطرة لبلدان لديها إمكانية، والعراق كلنا يعرف أنه لا يمتلك منظومة صحية جيدة ولا مؤسسات صحية تستطيع أن تواجه مثل هذا الفيروس. كلنا نعرف دول متطورة وعالمية ولديها تقنية جدا متطورة لم تستطع احتواء هذا المرض، وباشرت بحظر التجوال وعزل المدن وإنزال الجيش في الشوارع. ما يجري الآن هو فوضى عارمة في العراق، لا تمتلك هذه الدولة ولا هذه الدولة، لا هذه الحكومة عفوا ولا التي سبقتها، كل حلول كانت تدأب على سرقة أموال العراق، تبييد الثروات، إخراج ما موجود في خزانة الدولة إلى إيران، وما وصلنا إليه نتاج هذه الأعمال وهذه السياسات العقيمة المقيتة الطائفية التي أوصلت إلى البلاد إلى شفا حفرة وأوصلته إلى هذه الهاوية. نعم دكتور رافع، يعني اليوم الذكرى 17 لاحتلال العراق، 19 من شهر الثالث، تحديات كثيرة يواجهها العراق بكافة القطاعات. لو نتحدث عن القطاع الصحي الذي يعني هو معروف بأنه يواجه تحديات منذ العام 2003 ولغاية الآن، حتى من باب أنه إنفاق الحكومات المتعاقبة على هذا القطاع شحيحة جدا مقابل إنفاقها على المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية. يعني هذه التحديات، واليوم هناك مصادر صحفية تتحدث بأن البصرة يعني أصبحت أو كانت أن تصبح بؤرة لتفشي الوباء، بعد ذلك لا سامح الله سوف ينتقل إلى المحافظات الأخرى، ما هي السبل التي يمكن أن توضع للحد من تفشي هذا الفيروس برأيك؟ دكتور عمر، فعلا يعني مثل ما أشرت حضرتك، منذ بداية احتلال العراق دخل العراق إلى النفق هذا الأظلم. نعم. والله يعين العراق والعراقيين، وشلون راح يطلع هذا بلدنا من هذا النفق؟ يعني وحده رب العالمين، وحده الشعب العراقي من قادر ان يدفع بهذا البلد، وحدهم هذول الشباب اللي خرجوا من 1 تشرين، هم اللي يتحملون مسؤوليه كل هذا، وتحملوا كل هالمسؤوليات بتضحياتهم وما يعيدون من تضحيات للخروج بالعراق من هذا النفق. دخل في نفق مظلم جدا، وأمريكا من أدخلته في هذا النفق، وجاءت بإيران وهذه القوى التي حكمت العراق بهذه الطريقة. طوال هذه السنوات كان المؤسسة الوحيدة التي تعمل في العراق هي مؤسسة الفساد، فكل الأموال التي كانت تأتي للعراق، وما قاله ضيفك أستاذ قصي أنه اقتصاد العراق ريعي، فعلا
العراق البعض يتحدث يقول 95% من لا هو 100% يعتمد على النفط، لأنه حتى 5% الأخرى ما هي يعني هي هم سلع وبضائع أنت تصدر ومعتمدة على أموال النفط. لا. لولا عندك أو أموال النفط اللي تجيك من أموال النفط ما كانت هذه الأبواب مفتوحة، فبالتالي أنت 100% معتمد على النفط. فهذا أنت زالوا الصناعة وزالوا الزراعة وزالوا التجارة وكل المصادر الأخرى التي تضيف للموازنة ثقلا غير ثقل النفط غير واردات النفط انتهت، فالكل بواردات النفط. لم يبنوا أي نظام في كل القطاعات منتهية، يعني حتى البنى التحتية التي كانت في العراق قبل 2003 قد انتهت الآن بعد 17 سنة انتهت خارج الصلاحية. كل البنى الصحية نتحدث عن كورونا خارج عن 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 عن, عن, عن الوجود، يعني لا وجود لبنى صحية، لم تبنى مستشفى، لم يبنى مركز صحي. الأدوية 80% من الأدوية العراقية كلها مغشوشة وكلها غريبة عجيبة، خيرة الأطباء، خيرة القدرات الصحية. يعني في تقرير غادر لوزارة الصحة يقول بأن 70% من انفاق من تحمل التكاليف بأن 70% يتحملها المواطن مقابل 30% فقط يعني تنفق من قبل وزارة الصحة. أنا أشكك حتى بهذا الرقم 30% أشكك به، يعني لأنه أنت في المستشفيات هذه اللي هي المراكز الصحية في العراق الداخل إليها مفقود والخارج مولود، اللي داخل إليها الصاحي يدخل على رجليه يطلع محمول بنقالة. يعني لا يمكن أن تدخل هذه المستشفيات وتخرج سالما والله يشافي كل العراقيين ويحفظهم إن شاء الله، لكن هذه واقع الحال. لم تبنى مستشفى واحد، هذه مدينة الطب يعني من الثمانينات كان قرار في إزالتها لأنه انتهت خارج. لاحظ لولا الحرب العراقية الإيرانية ومجيء الحرب العراقية الإيرانية والطلب بأنه لأنه هناك جرحى وهناك بقت هذه المستشفى، لكن بعد 17 سنة وكل هذه الموازنات الانفجارية كل هذه الأموال التي جاءت أكثر من تريليون دولار لواردات العراق خلال هذه 17 سنة أين ذهبت؟ لم تبنى مستشفى واحدة، مركز صحي واحد، أطباء جيدين كلهم حاربوهم، واللي بقوا أنا أعتبرهم هاجروا، وحتى الباقين الآن من الشباب الموجودين أعتبرهم مجاهدين ذولا، يعني شلون قادر أن يعيش في هذه الأجواء؟ لأن الطبيب مهدد، إذا مات المريض جوا إيده عشائر وميليشيات قد تختاله وقد، فبالتالي المهنة ما عادت هي المهنة. وأنت أمام وباء العالم كله، يعني هو وزير الصحة خرج ورئيس اللجنة هذه العتيدة اللي يتحدثون عنها لجنة الأزمة هذه خرج قال إحنا نظامنا الصحي أفضل من بريطانيا وأفضل من فرنسا، ورا يومين ثلاثة ظهر قال أنا طلبت 5 ملايين دولار حتى وإحنا ما عدنا، وإيطاليا رقم 1 انتهت، وإيران رقم 80 تخربت انتهت، وإحنا رقمنا 176 ما قبل الأخير قال ما هي 176 اعترف بالواقع. طيب وين الكلام ذاك؟ وين هذا؟ وإحنا كل شيء ما عدنا وإحنا بس الله ساترنا. وفعلا يعني بالمناسبة لهذه النقطة دكتور، كيف نقرأ هذا التناقض؟ يعني دائما ما نسمع تناقض لدى الطبقة السياسية في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، هناك تكذيب للواقع واضح للمواطن العراقي. كيف يمكن قراءة، يعني ربما علينا أن نأتي بعلماء اجتماع أو علماء نفسيين لكي يحللوا لنا هذا التناقض وهذا التكذيب للواقع؟ والله دكتور عمر حتى لو جبت فتح فال مثل ما يقال لا يستطيع أن يكشف أو لا. عموما مجموع السياسيين كل القوى السياسية كذابة، هذا منتهي، يعني حتى إذا تحدثوا عن درجات الحرارة في هذه القنوات اللي يمتلكوها، درجات الحرارة في العراق يقولون اليوم درجة الحرارة 30، الشعب كله يقول كذب درجة الحرارة 50. لكن أن يناقض نفسه بنفسه خلال يومين يعني هذه مشكلة. هذه مشكلة وين؟ مشكلة قالوا إنه هذا الرجل وهو وضح لنا مشكلة كبيرة الآن هم فضحهم للسياسيين، قالوا نحن جبنا تقنقراط، جبنا هذا الرجل مهني ما له علاقة بالسياسة، هذا رجل ما له علاقة لا بالأحزاب ولا بالسياسة ولا التكنقراط، انتم تريدون تكنقراط جبنا لكم مع التكنقراط. طلع كذاب يكذب علينا، طلع يقول لنا احنا نظامنا الصحي كذا، والعالم مستغرب وين هذا النظام الصحي؟ طيب اذا نظام صحي ليش عندنا المرضى دا يموتون؟ ليش الناس دا تموت؟ ولادات ليش دا تموت؟ ليش المستشفيات ليش متهالكة؟ وين هذا النظام الصحي اللي يتحدث عنه؟ واذا بي بعد يومين يقول لنا احنا منتهين ما عندنا شيء والميزانية. طيب هاي الدولة تظهر خرابها، دولة ما عندها ميزانية للأزمات، ما عندها مخصصة للأزمات للأوقات الطارئة، وقت طارئ الآن. يعني
5 ملايين دولار ينتظر يتبرعوا له البنوك، يتبرعوا له الناس واعلانات، يعني مثل بعض الدول العربيه انا لاحظها وما اعرف، واحد يشق هدومه يبكي يضحك. لحد الان دول عربيه كبيره لا تجري اعلانا عن مستشفى الا وتطالب بالتبرعات. طيب وين الدوله اذا كانت مستشفيات تابعه للحكومه وتطالب تبرعات من الشعب؟ نعم. والشعب في حيره، وضع الصحي متدهور، وهكذا بالنسبه للعراق الان. نعم. يعني الان كل القضيه الاموال قلت، وضعيه مو زينه، الاعتماد على راح نقطع رواتب الناس، راح يصير الضغط راح يرجع على المواطن الفقير، على الانسان الفقير، الاسواق تتاثر والناس تتاثر. لم توفر شيء للمواطن عندما كانت الميزانيه. نعم. هي سرقت امواله، هي كبيرة جدا، فكيف لها ان توفر في الوقت الحالي؟ نعم. سيد قصي البغدادي، يعني ربما انه كثيرا ما نعود وهو هذا الواقع مع الاسف الى مربع الفساد سبب انهيار القطاعات الخدميه والصحيه في العراق. يعني يوم امس شاهدنا كيف ان الموصل يعني غرقت بمياه الامطار ومناطق اخرى من العراق، وكذلك يعني توفيت عائله كامله، عائله نازحه بسبب هذه الامطار. يعني الى متى تبقى هذه الخسائر؟ الى متى تبقى هذه الأرواح تزهق في العراق برأيك؟ أخي فاضل، وكما تفضل الدكتور رافع قبل قليل ووصف الطبقة السياسية بأنهم كذابون، اعتمدت هذه الطبقة السياسية على استحمار الشعب، تجهيل الشعب، اللعب بالألفاظ، الاستخفاف بعقول الناس. اليوم استوقفني تقرير وخاص الوضع الصحي في لبنان، فلننظر جيدا إلى الدول التي وضعت إيران أذرعها وتغلغلت بها وفي مؤسساتها الحكومية، لبنان، العراق، اليمن، سوريا. فلننظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به هذه البلدان، وضع متردي، وضع غير جيد، وضع سيء، ميزانيات فارغة. اليوم لبنان دولة سياحية جدا قوية، وكانت دولة جدا قوية واقتصادها قوي، واليوم تعلن بأنها لا تستطيع أن تستقبل أكثر من 600 مصاب بفيروس كورونا، ولا تتوفر لديها ترى أكثر من 1000 سرير، فهذا وضع جدا خطر. العراق إذا العراق لا يمتلك كل هذه المؤسسات الموجودة، كلنا يعرف العراقي إذا أراد أن يذهب إلى 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 إلى, إلى إجراء عملية في الخارج يذهب إلى إيران ويذهب إلى لبنان، يذهب إلى هذه الدول المجاورة بحكم بأنها دول متطورة ولديها تقنيات أفضل من العراق. فكيف بهذه الدول التي الآن هي تصارع من أجل البقاء وبنسب جدا ضئيلة، فكيف بالعراق الذي لا يمتلك هذه المؤسسات المتطورة والمؤسسات الحديثة؟ يتكلمون يقولون نظام بائد، كل المؤسسات الموجودة الآن الخدمية من البنى التحتية هي في زمن ذلك النظام، فإذا كان نظام بائد تسمونه نظام بائد، بماذا نطلق عليكم أنتم؟ ماذا نسميكم؟ أي نعت ينطبق عليكم أنتم هذا النظام الذي حكم العراق وأفلس العراق وجهل شعب العراق وجعل العراق الآن في المراتب الأخيرة في الصحة، في التعليم، في كل شيء، في الأمن، في البنى التحتية، في الإعمار. الكفاءات العراقية قد صفتها إيران، والذي قتل والذي نجا بنفسه هو الآن خارج العراق. لا نمتلك أي شيء، أي مقومات للدولة الحقيقية لا نمتلكها الآن. فيا أخي العزيز، شدة المعامل والمصانع لكي يكون العراق يستورد كل شيء من إيران، لكي تقوى إيران ويقوى اقتصاد إيران على حساب الشعب العراقي واقتصاد الشعب العراقي ومقدرات الشعب العراقي، وحولت كلها إلى إيران. فنحن لا نمتلك أي مقومات بحيث نواجه أبسط أزمة، فكيف بفيروس عالمي، بفيروس خطير جدا، بفيروس اكتسح أكثر من 160 دولة في العالم لحد هذه اللحظة، ولم تستطع دول متقدمة صناعيا واقتصادها جدا قوي والتنمية جدا مرتفعة لديها، لم تستطع أن تواجه هذا المرض. فكيف بالعراق يستطيع أن يواجه مثل هكذا أزمة؟ واليوم يعني بالمحصلة المواطن العراقي هو الضحية في كل الظروف. أكيد أخي الفاضل، المواطن العراقي هو الذي يدفع الثمن منذ عام 2003 ولحد الآن، هو يدفع الثمن هذه السياسات
التي أتت بها هذه الأحزاب، أحزاب السلطة المرتبطة بإيران، هو الوحيد الذي يدفع هذا الثمن. وما نراه اليوم هو أكبر دليل بأن ما يجري الآن بأن الحكومة غير مكترثة لمصير الشعب العراقي، والحدود لحد الآن والمعابر الحدودية والمطارات مفتوحة، والرحلات التي بين العراق وإيران لم تتوقف، وإيران هي بؤرة بعد إيطاليا وبعد ووهان على مستوى في العالم، لم تتوقف ولم تسد هذه المعابر الحدودية. فكيف يكترثون بالشعب العراقي؟ لا يكترثون لحياة أي مواطن في العراق. دكتور رافع الفلاحي، يعني وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت على عقوبات جديدة تطال 9 كيانات وثلاثة أفراد بسبب إطلاق الصواريخ عليها، وبأنها بأنهم قاموا بتوفير تسهيلات لميليشيات قاموا بضرب القواعد الأمريكية. نجاعة هذه العقوبات الأمريكية، يعني بين الحين والآخر نسمع عقوبات أمريكية على ميليشيات، على شخصيات ميليشياوية، على شخصيات مرتبطة بإيران، ما مدى نجاعة هذه العقوبات على الأرض برأيك؟ والله دكتور عمر، من أسس لهذا النظام من عام 2003 هو الاحتلال الأمريكي الحقيقة، وكل هذه القوى التي تحركت على أرض العراق وأكلت العراق وانتهكت كل حقوق المواطن العراقي وأمواله وكل السلم الاجتماعي وكل حياته، ودمرت العراق وأفقدت سيادته واستقلاله، هذه القوى التي جاءت تحت المظلة الأمريكية. أمريكا هي المسؤولة الأول عن هذا الخراب، عن هذه الكارثة. وطوال 17 سنة أمريكا منعت العالم كله أن ينظر إلى العراق، أن العالم كله إقليميا ودوليا كان يرى العراق، يعني لا يتحدث عن العراق. وصلت الحالة حتى لا يأتي ذكر العراق في نشرات الأخبار، مع أن العراق كارثة به كبيرة، ولكن هذه الثورة هي اللي ثورة الشباب، هذه هي اللي جاءت بالعراق من الظلمة وضعته تحت الضوء لتقول للعالم انظروا هذه الكارثة التي حلت بالعراق من عام 2003 لحد الآن. وصلت بالعالم، كثير من العالم تحدثوا عن، نسمعهم في الخارج ونسمع أحاديث يتحدثون أنه الآن بلد ديمقراطي وبلد، ويعتقدون أنه هكذا تروج لهم أجهزة الإعلام الغربية أنه العراق بلد ديمقراطي وبلد يعني في حقوق ودستور وما أعرف مكونات، تحدثون بهذا الكلام الفارغ، والحقيقة كارثة في العراق. وبالتالي الآن العالم كله ينظر، هذه كارثة، هذا الشباب جاء بالعراق من الظلمة وضعه تحت الضوء وقال لهم شوفوا انظروا هذه التجربة الكارثية التي حصلت بالعراق. فأمريكا هي التي صنعت هذه التجربة الكارثية. الآن هذه الميليشيات طوال هذه السنوات كانت تقاتل تحت المظلة الأمريكية، وهي توسعت وتغولت على العراقيين بالتسامح الأمريكي وبالتمويل الأمريكي وبالموافقة الأمريكية من عام 2003 لحد الآن. هذه خطوات متتالية وتراكمية وصولا إلى هذه الكارثة. الآن افترقوا بالسياسة، الأمريكان لا يهمهم العراق، أقول المرة يعني حتى تكون الصورة واضحة، الأمريكان لا يهمهم العراق، الأمريكان لديهم صراع الآن مع إيران بسبب ملف النووي وملف الصواريخ، لكن العراق ورقة في الطريق، ورقة الكل يستخدمها في صراع، أمريكا تستخدم العراق كورقة في صراعها مع إيران، لذلك هذه المواقف الآن باتت غير شكل، لأنه الصراع قوي مع إيران، والعراق أرض صراع. أرض صراع بين الاثنين، لأنه إيران تعتبر العراق ساحتها للصراع، تريد يعني تمضي بمشروعها عن طريق العراق، يبدأ من العراق إلى سوريا وهكذا يعبر المشروع، وأمريكا تريد أن تضغط على إيران بالوقوف على هذه الأرض. لذلك ما يحدث الآن بالميليشيات، لكن هذا كله يدلل أن التجربة، الأمريكان يجب أن يعرف والعالم يعرف أن التجربة اللي أوجدتها، اللي صنعتها أمريكا، تجربة فاشلة، تجربة كارثية، دمرت العراقيين، وهذه الميليشيات صناعة أمريكية قبل أن تكون صناعة إيرانية، لأنه أمريكا لو حافظت، ماشي صار الاحتلال، لو حافظت على حدود العراق، لو أعطت العراقيين فرصة لأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم لنظام وطني أن يقودهم، لكانت الأمور غير شكل، ولم تدخل إيران، لو لم تمزق البلد هذا التمزيق أسقطت الدولة. يعني أثر هذه العقوبات برأيك على الميليشيات؟ هي الميليشيات لا يمكن أن تقارع أمريكا، تبقى أمريكا القوة الأولى بالعالم. هذا الكلام تهديدات الميليشياوية تهديدات فارغة ولا تعني شيء،
وأمريكا قادرة أن تسحبهم، لكن بجانب العقوبات، هذه العقوبات وحتى العقوبات ستضعفهم يوما بعد يوم حقيقة. لكن الشعب العراقي في كارثة الآن، يريد أن يخلص من هذا، يريد بأسرع وقت أن ينتهي من هذا الموضوع. لذلك كلما طالت هذه العقوبات وطالت فترة هو يتململ، يريد أن ينتهي من هذا، لأنه في كل يوم يمضي هو يقدم تضحيات كبيرة الشعب العراقي. ومو هو المسؤول عن هذه الكارثة اللي حصلت، هذه كارثة مسؤولة عنها أمريكا. فالآن هذا صراع مع الميليشيات، صراع يجب أن ينتهي بسرعة ويحسم لصالح العراقيين في كل الأحوال، لأن العراقيين ملوا من هذه التجربة، واستمرار هذه الميليشيات سيجعل من العراق بؤرة متفجرة إقليمياً، وحتى ستؤثر على مصالح أمريكا في المنطقة. نعم. هذه مفهومة. نعم. سيد قصي البغدادي، يعني في الذكرى 17 لاحتلال العراق وبدء العمليات العسكرية لغزو احتلال العراق، يعني كيف ترى وأنت ناشط وإعلامي في العاصمة بغداد هذه السنوات التي مرت ونتج عنها ثورة تشرين وهذا الشباب الواعي؟ أخي العزيز، الشباب حينما خرجوا أزالوا كل الغبار الذي حل وألقى بظلاله على الشعب العراقي بكل مكوناته وبكل أطيافه وبكل عرقياته، أرادوا الخروج من عنق الزجاجة وإخراج الوطن من وطأة الميليشيات ووطأة الطائفية ووطأة هذه الأحزاب. أرادوا وطن جديد، وطن حر، وطن مستقل، وطن يكفل حرية كل الشعب العراقي بدون تبييض، بدون عرقية، بدون إثنية، بدون طائفية. أرادوا حياة كريمة. فأعتقد بأنهم أرادوا أن يخلصوا العراق من وطأة هذه الأحزاب التي جثمت على صدور العراقيين طيلة هذه الفترة. أرادوا الخلاص بمعنى دقيق، أرادوا حياة، أرادوا استنشاق هواء نقي نظيف في هذا البلد. أرادوا العراق أن يحتل ويتبوأ مكانته الحقيقية التي كان يا أخي الفاضل كارثة. حينما نسترجع الذكريات، للعراق البلد الوحيد الذي ماضيه هو أفضل من حاضرة. فهذه كارثة حلت على الشعب العراقي حينما أتوا هؤلاء على ظهر الدبابات. كما تفضل الدكتور، أمريكا هي السبب الرئيسي، هي التي أعطت إيران المجال والفسحة لكي تمارس دور الشرطة في الخليج، وخصوصا العراق، الخليج بصورة عامة والعراق بصورة خاصة. إن المجتمع الدولي وهو المسؤول، وأمريكا هي المسؤولة، وكل المجتمعات سواء كانت الغربية أو العربية هي المسؤولة عن كل ما يجري في العراق، وأمريكا هي بصورة مباشرة. الآن أمريكا تستخدم سياسة تقليب الأظافر والقضم تجاه هذه الأحزاب وتجاه هذه الميليشيات، لكن نحن نقول من خلال منبر الرافدين بأننا مستمرين على هذه الانتفاضة وعلى هذه المسيرة من أجل التغيير والنهوض بالبلد من جديد، ولكي نصنع واقع جميل مزدهر، لأن هذه الأجيال التي الآن خرجت، هذه الأجيال لم تكن تحمل عقد الماضي السابقة ولا تحمل أي اتجاهات وأي تبعات لميول هذه الأحزاب وهذه الحركات الموجودة في العراق. فنحن نريد الخلاص، ونريد النهوض بواقع العراق المرير، ونريد الخلاص للشعب العراقي في نهاية المطاف. نعم. قصي البغدادي الإعلامي والناشط السياسي كان معنا من بغداد، والدكتور رافع الفلاحي الباحث والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.